السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. اليوم محور برنامجنا حول بحيرات الأسماك اللي سنة من السنوات وصل العراق للاكتفاء الذاتي بجهود مربين الأسماك وبجهود كبيرة جدا من خلال بحيراتهم وأيضا الأقفاص بدون دعم حكومي حقيقي، وأيضا مروا بسنوات صعبة جدا، وأصعب هذه السنوات هي انتشار الأوبئة اللي خسرنا الأطنان الكثيرة من الأسواق وتسببت بخسائر كبيرة لهؤلاء المربين. الحكومة بكل الحكومات دائما وعدت بموضوع التعويضات، ولكن إلى الآن لم تصرف هذه التعويضات. عاد القطاع السمكي بناء نفسه، وأيضا كان إنتاج جيد وكبير جدا، تقريبا وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بهذا الموضوع، ولكن للأسف مثل ما تعرفون اليوم كل المعطيات والمؤشرات حول الماء دائما تكون سلبية. كيف راح يواجهون اليوم بحيرات الأسماك أو أصحاب البحيرات هذه الأزمة الكبيرة جدا؟ وزير الموارد المائية دائما يتكلم حول موضوع التجاوزات، وأن كثير من البحيرات غير مجازة وقاعد تسبب أرق كبير جدا اليوم للمياه ولليوم اللي يستخدمون المياه من مزارعين وأيضا مربين أسماك ومربي ثروة حيوانية. آفة كبيرة جدا قاعد تسيء أيضا لسمعة مربي الأسماك المجازين. بعض الناس يقولون أنه اليوم وزارة الموارد المائية منعت إعطاء الإجازات الرسمية، العالم شي يسوون هذا رزقهم. كيف نحل هذه المشاكل؟ كيف نحل هذه الأمور؟ راح نتكلم بكل هذه المواضيع مع ضيوفنا، ولكن خلونا نشاهد هذا التقرير وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم اللي بها الكثير والكثير من الخبايا والأسرار، للأسف الإعلام العراقي ما يتناولها بصورة صريحة أو دقيقة. طبعا ضيفنا بالاستوديو الأستاذ حاتم الحمداني المختص بالقطاع السمكي ورئيس مؤسسة روافد لتطوير وحماية الأحياء المائية. أهلا وسهلا بك أستاذ. أشكرك أستاذ أبو عادي، أشكرك شكرا جزيلا. شرف بيك. الله يسلمك. وبحضورك ودعمك المستمر لبرنامج أرض السواد من أشكرك خلال اليوم إيصالنا إلى البحيرات وإلى الأقفاص، ودائما توصلنا لهذه نحل بعض المشاكل إذا قدرنا نحل. صادق علي، هذا واجبنا، هذا واجبنا الأساسي. الله يحفظك. بالبداية أزمة مياه. نعم. والكل تدري بيها، وزارة الزراعة، وزارة موارد مائية، حتى المواطن البسيط يدري أنه أزمة مياه مستقبل القطاع السمكي وبالتحديد بحيرات الأسماك شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنا أشكرك على هذا اللقاء، ولابد المشاهد العزيز يعني يأخذ نظرة بخصوص أزمة المياه. أزمة المياه ليست فقط بالعراق وحده، أزمة مياه عالمية، أوروبا، بريطانيا، حتى حديقة الهايد بارك هاي الضخمة أصابها الجفاف. سبب من؟ سبب التغيرات المناخية، ارتفاع نسبة الحرارة بالأرض أثرت على العوامل المسببة لتوفير المياه، قلة الأمطار بالدرجة الأولى، وحتى ارتفاع درجات الحرارة عالميا، حتى يعني كنا نشوف الانهار بايام فيضان، ثلوج ماكو، نسبه بروده ماكو، جو دافي، دائما دافي على طول السنه. هاي قضايا ربانيه. مستقبل قطاع السمكي
بالإضافة دول المنبع ما متعاونة ويا منه ويا بلدنا مع الأسف. مستقبل القطاع السمكي، مستقبل القطاع السمكي يا أستاذ ظفر أبو علي العزيز، مستقبل الله أعلم، ما أقدر أقول لك. يعني على سبيل المثال إذا تبقى الواردات المائية قليلة للعراق، هسه احنا وزارة الموارد المائية عندها أسلحة، استخدمت أسلحتها، أسلحتها وين موجودة؟ موجودة بالخزانات، بحيرة الثرثار، بحيرة الحديثة، سد دوكان، نينوى. زين إلى متى ناخذ مي من البحيرات ووارد جديد للبحيرات ماكو؟ النتيجة شلون؟ الله أعلم. بس إن شاء الله رب العالمين يحافظ على شعبنا. نعم. ويحافظ على بلد. أستاذ حاتم، اليوم مؤسسة روافد المختصة بتطوير وحماية الأحياء المائية. نعم. وأكيد عندكم الكثير والكثير من المختصين والأكاديميين اللي عندهم اطلاع بهذا الموضوع. نعم. توقعاتهم شنو؟ والله هاي التوقعات يعني التوقعات مناخية، يعني التغيرات المناخية رب العالمين هو يتحكم بها مو الإنسان. التغيرات المناخية بس رب العالمين مستحيل يخلي شعبه أو يخلي الناس بحاجة إلى المياه. رب العالمين يقول وجعلنا يعني وخلقنا من كل شيء، من وجعلنا الماء من كل شيء حي، وجعلنا مو الماء من كل شيء حي، يعني رب العالمين هو كون يعني اساس الحياه هو الماء. زين اليوم كمختصين كخبراء بهذا المجال ودوركم الكبير جدا، يعني وين انه موضوع التقنيات الحديثه مثل موضوع المرشات، نترك الزراعه على تربيه القطاع السمكي، اكو القنوات المغلقه. والله المفروض، العفو مو قنوات، الانظمه استخدام نظام المغلق. يعني احنا نفضل حاليا اتجاه المربين الى استخدام النظام المغلق، لكن صحيح نظام المغلق مكلف ماليا، مكلف يعني مكلف جدا، مكلف مو سهل، اجهزة به متعددة، لابد نلقي لنا في الطرق جديدة او وسائل جديدة لاستخدام النظام المغلق حتى المربي يتجه إلها، حتى يقلل من صرفيات الماء. يعني المي المستخدم لتربية الأسماك، اللي المي الأوت من الأحواض المفروض هو نفسه يرجع للأحواض حتى نحافظ على كمية المي. أنت تعرف أكو شغلة جدا مهمة. نعم. أستاذ ظفر العفو، المي ثلاث احتياجات أساسية له، المي حتى المواطن يعرف، ثلاث مو فقط تربية أسماك، عندنا مي للشرب، عندنا مي للزراعة، أو عندنا مي للاستخدامات الأخرى من ضمنها تربية الأسماك. يعني إذا قل المي، إذا قل الشرب شلون؟ إذا قلت المزروعات شلون؟ مو هي شي حلقة متصلة، بس بالأساس وفرة المي لمن؟ مياه الشرب. صحيح. بالأساس. لكن إن شاء الله قدرة رب العالمين لابد، يعني الله سبحانه وتعالى انا اسميها مزنه وتعدي، ازمه وتعدي، ان شاء الله تعدي. بس كلامك اليوم، يعني انا لسه اليوم خلف الكواليس، كلامك اكو بداخلك اكو شيء تشاؤم كبير جدا بصراحه، يعني اتكلم لك اياه. والله التشاؤم منين؟ خليني اقول لك استاذ، التشاؤم منين؟ التشاؤم منين؟ انا اتفق وياك انه دول المنبع ما تتعاون ويا العراق. لا تركيا، انا بعد حتى ولا جاره ايران. كنت استقبل في برنامجي ناس من وزاره الموارد المائيه بالاسم الاستاذ العزيز الحبيب عون ذياب. نعم. والاستاذ علي راضي. صح. الناس يعني اكفاء، ولكن كانوا دائما اطمئنان للشعب العراقي. لازم هالشكل ما يصير كثير فتنه، ما يصير صدمنا انصدمنا بواقع مرير، واقع المرير واقع رباني مو البشر متعمد به. اما تركيا متعمده، انا اقول لك تركيا متعمده بالدرجه الاساس، لان كميه الماء الوارده من تركيا تختلف عن كميه الماء الوارده من ايران. اساس الموردي المائي
المورد الماء يجينا من تركيا. تركيا سدت تقريبا 90% او اكثر، تقريبا 90% من المياه تجينا من تركيا. تركيا سدت تركيا نعم تصير اتفاقات، وانت تعرف اني على اتصال مباشر ويا وزاره الموارد المائيه. نعم. دا اشوف بس لكن الجاي من توصل للتطبيق جانب التركي ما يطبق، يناقض كلامه، يناقض وعوده، ما يفي بوعوده، يقول يوقع ويسوي اتفاقات ويا الحكومه العراقيه ويا وزاره الموارد المائيه، لكن من توصل مرحله التطبيق لا يمتنع ما يطبق. نعم. طبعا احبه المشاهدين، يعني احد الحلقات اللي برنامج ارض السواد زارهم وتكلم بموضوع القطاع السمكي كانت في صلاح الدين، وايضا مربي الاسواق تكلموا على سلبيات كبيره وكثيره جدا قاعد يعانون ويواجهوها دائما. خلونا نشاهد هذا الفيديو راجع. يعني لا سامح الله، لا سامح الله، ما اريد اذكر هذا الشيء سيء بوجود يعني الاقفاص، يعني القرب من الاقفاص، ما اريد انه يكون فعل سيء. موضوع الهلاكات، يعني يوم من الايام شفنا بابل ب 2019 كارثه، حتى في بعض الاحيان في صلاح الدين، خايفين من انه تتكرر هذه القضيه؟ احنا تكررت، يعني هي صارت عندنا هاي القضيه ومنزلاني فيديو ايه نص ساعه تقريبا قبل ايش قد؟ 2018 19. 2018 بعد ما تكررت؟ ايه تكرر هلاكات، انت شفت اليوم ايش قد الهلاكه، هاي بسيطه، هلاكات بسيطه في تبر هاي بسيطه، اي قصدي يعني خايفين انه تصير انه كوابا يعني ماكو تعويضات زين تعقمون اكو اليوم الارشاد الزراعي او الثروه الحيوانيه بوزاره الزراعه قاعد تعطيكم لقاحات ادويه شيء؟ لا ماكو، بس احنا قبل ما نحط سمك بالاحواض الحوض يتعقم وينكري، ينكري يخيسه حتى ما تصير ما تصير عندك اصابه نهائيا، بس من تنقله من ناكل لهنا يصير اصابه بال تدري تغير يصير عنده. زين مبالغ سعر الخمسة ونص للكيلو تقريبا للطول؟ كسعر علف يعني ولا سعر العلف؟ اي قليل. اها يعني لازم اكثر. يعني اقل شيء المفروض 6.5. 6.5 لان سعر العلف صعبة. مليون وربع. انت سعر العلف هو 650 وها يا دوب النوبه مليون وربع. المواطنين كلهم يقولون شنو يريد ب 6.5 النوبه؟ المواطنين والله ما والله صار كل زين. يعني 5.5 زين. لا 6.5 زين. راح هو المواطن يقرر، هم راح يعلقولك. هم راح يعلقولك. يعني تدري يعني. يا يريدوه باربعة ثلاثة ونص. يعني هسه انت هذا كل قفص يوميا شي زين. يعني 100 كيلو. انت راح تظل ثلاث اشهر الى اربعة اشهر تعطيه يوميا 100 كيلو. صحيح. يعني بالشهر ايش قد صارف علي؟ صارف علي 3 طن. 3 6 9 9 طن، الطن بمليون وربع. تقريبا بال 14 15 رحم الله والديك تقريبا اي هو ب 700 750 سمكه، السمكه 3 كيلوات يعني يا دوب يفك يعني تصير فيه ربح مليون لازم يحتاج تحتاجون دعم ولا متقل الاسعار؟ دعم انه تقليل اسعار الاعلاف وعندنا اللي الاصابه صارت 2018 19 قالوا اكو تعويض ما شفنا. رجعنا وياكم احبه المشاهدين. استاذ حاتم ايش عرفت معلومه من حضرتك انه تقريبا الكيلو 5.5 كان هسه الان نزل؟ ينزل. شنو السبب؟ سبب الاصابه ويتحملها المربي. يعني انا اسال سؤال خلي يجاوبوني المربين الاسماك. دول الجوار ما يركزون على الكارب، ما يركزون على نوع واحد خوفا من الاصابه. الإصابة تصيب فقط سمكة الكارب الاعتيادية. احنا نعرف عندنا بالعراق ثلاث أنواع كارب. أيه. الكارب الاعتيادي اللي هو ينصاب بالفيروس، عندنا كارب العشبي الجراس، وعندنا الكارب الفضي اللي هو السيلفر. هذين ما ينصابان، ينصاب فقط الكارب الاعتيادي. أنا ليش مكلب إلا كارب أربي وأنا دا أدري بيه ليش؟ مو هنا أنا المربي يريد يربح زايد ومن حقه. اي سريع النمو يعني بثمان اشهر 6 كيلو. فهمتك. بينما باقي الانواع لا شويه يزيد اكثر فتره. يعني عندنا الاسماك العراقيه سنتين يلا 6 كيلو. الاسماك العراقيه الشبوط الغير الاسماك العراقيه بمختلف سنتين يلا 6 كيلو واحد، عكس الكارب، الكارب ثمان اشهر من هو يرقه طالعه تو من البيضه يرقى الى صير كيلو ف
فترة زمنية 8 شهور، فالمربي يرتاح لها. يعني المربي مثلا ياخذ الكفية، ياخذ السمكة نص وزنها اللي هي كفي، وزنها 100 غرام 150 غرام، باربعة اشهر ست اشهر يوصلها كيلو وين. فهذا الفرق، هذا الفرق، يريد ربح سريع. زين احنا نفكر بالربح يعني ما تنمية حقيقية. زين هو يعني ما انصدم بال 2018، ما مر بتجربة ال 2018 الهلاكات اللي صارت، وهسه موجودة الهلاكات موجودة، لأن هذا الفيروس العفو يعني من الصعب القضاء عليه. أجيب لك مثال، النشرة الإنفلونزا اللي عندنا احنا البشر، نعم، نقدر نقضى عليها؟ ما لها علاج، علاجها مسكنات فترة أسبوع 10 أيام تروح الفيروس، كذلك فيروس موجود ما يمكن القضاء عليه، مستحيل. هسه أكو محاولات، بس محاولات نظرية وليست تطبيقية. احتمال استاذ، يعني اعتقد استاذ اياد الطالبي عنده مشروع يريد يجيب لقاحات للفيروس، بس عجبه يعني ناجحه 100%، الله اعلم. اكيد يعني هو اكيد هو الرجال يعني وياه خبراء ويا اساتذه ويا يعني، فاكيد يعني ان شاء الله نتمنى النجاح. اليوم القطاع السمكي مرتبط ارتباط مباشر كدعم وغيرها من هذه الامور بوزاره الزراعه بوزاره الموارد المائيه؟ والله الدعم حاليا ضعيف. مرتبط منه مباشره؟ اول شيء وزاره الزراعه من ناس من ناحيه المستلزمات تتحملها وزاره الزراعه. اليوم انا برنامجي مستهدفك بصراحه. خلي أسألك، رأيك بأداء وزارة الزراعة وبأداء السيد الخفاجي من لزم حقيبة وزارة الزراعة إلى اليوم ودعمه إلى القطاع السمكي، قد تقيمه من 10؟ حال الوزارات الباقية. يعني شلون وصلتوا مرحلة اليوم من الأيام وصلتوا للاكتفاء الذاتي؟ الاكتفاء الذاتي، وصلنا للاكتفاء الذاتي عدة عوامل، أهم شيء وفرة المي كان موجود. المي كان موجود. هسه ما مستحيل نوصل اكتفاء ذاتي بدون المي. دليل الاهوار جفت. انت تدري الاهوار ايش قد تنتج اطنان من السمك؟ صحيح. يعني الاف الاطنان الاهوار تنتج، هسه الاهوار جفت. سمك بالاهوار انعدم. فشلون تريد اكتفاء ذاتي؟ مستحيل. شو يسوي وزير الزراعه؟ بس اني اقول لك وزير الزراعه المفروض هيئه الرأي العفو احنا على اتصال مباشر حتى قبل اكثر من 10 ايام مع السيد الوكيل الفني واضع خطط لدعم معامل العلف بزراعه الصويا اللي هي الاساس العلف الموجود بيدخل في صناعه العلف. ماده اساسيه هي اساسيه للدواجن لكل الحيوانات ان كان اسماك او مشترات، لكل الحيوانات الصويا. اها. واذره، مو بس الصويا والاذره. احنا نريد شنو نريد؟ نريد الفلاح من يزرع، هو الفلاح ليش دا يحجم عن زراعته؟ دا يجهز فلوس ما يقبض. تريدها تصير استراتيجي مثل الحنطه وغيرها. هسه ليش دول الجوار اللي دا نستورد منها احنا العلف ان كان سعوديه وان كان ايران، ليش ارخص من العلف اللي عندنا بالعراق؟ تكلفه الانتاج اقل. هذا هنا السبب. هنا زايده تكلفه الانتاج. احبه المشاهدين، ايضا عندنا مقطع ثاني مع احد المربين تحدث عن الصعوبات اللي يواجهها القطاع السمكي بالعراق، خلونا نشوف هذا الفيديو راجعين. لا سامح الله يوم من الايام تجي دائما للبحيره تلقى هلاكات. اي يعني شنو السبب؟ امراض عندنا هسه هذا الجو. اي منه هيك بدت عندنا مشاكل يخوف. اي لان لا هو حار كلش ولا هو بارد. اي هذا مال الغلاصم؟ مال الغلاصم الفيروس جلديه. الجلديه يعني هسه عندي بالاخفاص اصابه تنزل جوا وتشوفها. اها هذا الموضوع. عندي هسه اصابه بدت. وين القاهم؟ بالاخفاص. بالاخفاص. هسه راح نشوف ونصور. تلقى غلاصم وتلقى جلدي. هاي ست عندهن غلاصم يموتن. اي تلتهب عندهن الغلاصم تنقلب. عندكم ادويه لقاحات هيك امور؟ عندنا ادويه بس ما تشتغل عندنا. ليش؟ ما
ماذا يعني جدا نجيب هذا الأدوية أنواع ماذا يفيدها بعد هي السالفة يعني الحمد لله ورزق من الله الحمد لله إن شاء الله العناية المستمرة تستمرون بهذه البحيرات يعني اليوم أنا أسميها يعني رزق من الله سبحانه وتعالى الحمد لله وفاتحة بيوت وعوائل عمال دي يشتغلون الحمد لله والحمد لله والشكر مرتاحين عموما بالقطاع السبعي لا الحمد لله شكرا مرتاحين رجعنا وياكم أحبة المشاهدين طبعا الاستاذ حاتم انا دائما اعتبي على المختصين واعتبي نعم. اليوم عليهم كلش كبير حقك يعني اليوم المربي ما عنده خبره علميه مع حبنا واعتزازنا له اكيد ياخذ الخبره العلميه من عندكم النصائح الارشادات أكيد. من عندكم اذا هو ده يستخدم ادويه ما قاعد تفيد قولوا له يابا ماكو ترى دواء ماكو يابا موضوع هنا مع الاسف العامل التجاري ده يدخل اساسي مع الاسف البعض يدعي انه اني مع احترامي وتقديري لاطباء البيطريين، انا احترمهم واجلهم واني يعني الحمد لله يعني عضو فخري بنقابه الاطباء البيطريين كلهم اصدقائي. الحمد لله والشكر كلهم اصدقائي. يعني دكتور حميد العميد كليه طب البيطري الحمد لله والشكر. لكن البعض مع الاسف يسوي نفسه هو وماكو غيره وهي خط. والمربي بس يريد يتكلم. المشكلة احنا مربينا بس يريد يتكلم بشيء حتى يخلص. يعني عندكم ارتباطات واني ادري بحضرتك زيارات ميدانية للبصرة، العرب جبور، جديدة الشاط، المدائن دائما تروح على مربين. فهم بهذا الموضوع. لان يصيرون عندهم خسارة دائما قاعدة تصير بالهلاكات وخسارة بأدوية هي ما قاعدة تصير. بالعكس هسه هم نفسهم المربين اكتشفوا حالة جديدة للعلاج المرض وهي تقليل مستوى ارتفاع المي بالبحيرة. كيف يعني؟ قلل يعني 60 سنتيم ارتفاع المي 60 سنتيم يقل الإصابة تقل بينما هو البحيرة متر 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 120 سنتيم. وين دور الإرشاد الزراعي بكل هاي الدصير يعني ما أعرف دائرة كبرها ومدير عام مع حبنا واحترامنا لهم وموظفين ورواتب وتخصيصات وسيارات دكتور نديم مدى يقصر الرجال يسوون دورات بس ما تعلن اعلاميا مع الاسف يقيمون دورات وهسه احنا عندنا دوره هسه احنا عندنا دوره بنعدلها صار اربع ايام بنشتغل عليها باحدى المناطق بنجمع المربين بنلقي عليهم وين بيا مناطق؟ بيا مناطق جنوب بغداد وين بالضبط؟ خلينا نشوف المربين حتى يروحون سلمان باك سلمان باك مو جنوب بغداد ضمن جنوب بغداد جنوب شرق بغداد كيفك شلون سميها؟ جنوب بغداد محموديه شلون طبعا نرجع لهذا الموضوع المشكله انه كل شغله قاعده تصير بوزاره الزراعه وزاره الموارد المائيه يذبوها على مشكله الاعلام مع العلم كل وزاره عندها قسم اعلام وعندها مدير عام للاعلام بس وين عملهم يعني انا بالنسبه لي ولو يعني يعني وزاره الزراعه لحد الان حميد الناوي خابرني خابرني دكتور نديم مسؤول الاسماك بدائره الارشاد الزراعي قال لي اكو حلقه تصوير اعلاميه بمفقس اسماك الصويره فروح احضرها ورحت حضرتها. اها ممتاز. طبعا احبه المشاهد الان عبر الهاتف الاستاذ اياد الطالبي رئيس الجمعيه العراقيه لمنتجي الاسماك. اهلا بك استاذ اياد. ربي يخليك. استاذ اياد خلي ابدا وياك من التصريحات الاخيره لوزير الموارد المائيه السيد الحمداني اللي لما يتكلم عن عوامل ازمه المياه الداخليه بالعراق يتكلم عن بحيرات اسماك غير مجازه. نعم استاذ الصوت ما اسمعك. نعم استاذ اياد دائما هناك بالفتره الاخيره تصريحات لوزير الموارد المائيه لما يتحدث عن الاسباب الداخليه لازمه المياه يتكلم عن بحيرات متجاوزة بدون تراخيص. أين دور الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك بهذا الموضوع؟ لا أبو أستاذ السؤال إذا يكون على الموارد المائية إذا السؤال إذا يخص الموارد المائية طبعا بكل العالم وكل البلدان المتقدمة والبلدان العربية أصل البديل إحنا الآن شحن مياه البديل لهذه الموضوع الاسماك هو توجد في المغلق اللي ما تستهلك مياه قليله جدا.
فعلا هاي المشاريع يجب على الدوله او وزاره الموارد المائيه ان تفصل هذا الموضوع، ان يسمحونا بالعمل في على مياه المبادل، حتى المبادل اللي المياه مالته تطلع الان ما يسمحونا بها، يا اخي بس هو ميته يطلع الخليج، هذا الموضوع والموارد المائيه قاموا على ومستمد الشفاوي حتى على المبادل الفرعيه والنهر الثالث، النهر الثالث يعني يمكن ان استخدامه بمشاريع كثيره والان هو مستخدم احواض كوميه، لكن قام التعاون على مهندسي ومنتجي الاسماك. موضوع موضوع شاحن لا نعم مع نظام الروائي نعم العمل المشترك مع الموارد المائيه في موضوع المياه، لكن اكو بدائل الموارد المائيه تسمح لنا ان نستخدم المبادئ استاذ استاذ الطالبي عذرا اكو مداخله من الاستاذ حاتم الحمداني يريد يتكلم مع حضرتك، تفضل استاذ حاتم. نعم العفو استاذ اياد، صار لقاء مع وزاره البيئه ومع مدير عام نهر المصب العام اللي حضرتك تتحدث عليه اللي هو استاذ احمد، فصار نقاش وياه. حاليا اكو لجنه مشكله لدراسه الموضوع وتحديد موقف الاماكن اللي يربى بها الاسماك بنهر المصب العام. يا اخي هي الموارد المائيه وزاره الزراعه اجرها موارد الدملك صار عالمي هذه السنين مأجرته، هذا موارد الدملك مو مأجرته لقطاع خاص وتاخذ مياه من نهر التاريخ، يعني لا تاخذ نفسك او تاخذ نفس الوزاره. نعم انا اتفق وياك استاذ اياد، انا اتفق وياك، هذا الحكي قبل اربع ايام، هذا الحكي قبل اربع ايام. هذا الحكي قبل اربع ايام مع وزاره البيئه وحتى ذكرنا اسم حضرتك، حتى ذكرنا اسم حضرتك وحتى ذكرنا اللجنه المشكله سابقا اللي رفضها معالي الوزير الموارد المائيه الجديد اللي رفضها، كلها ذكرناها وان شاء الله تفشل الامور بخير. استاذ حضرتك انت ومن حضرتك استاذ حاتم الحمداني. الاستاذ حاتم الحمداني رئيس مؤسسه الروافد لتطوير وحمايه الاحياء المائيه. استاذ هذا الموضوع شائك ولا يمكن حله، والموضوع ايضا بالنسبه للمياه النهر الثالث والمبادل وزاره الموارد المائيه تتناقض بالتعيين مجرين موارد تملك استثمار الى مستثمر قبل 15 سنه والنهر مالته والمياه مالته بالنهر الثالث لا تشكل لجنه ولا يبحث المي، انت ليش يبدل النهر الثالث العب موارد تملك الى مستثمر ومياه من النهر الثالث، ليش ما تسمح لي انا يا رب الكلمه؟ هذا السؤال يسال عليه وزاره الموارد المائيه والبيئه ما لها علاقه بالموضوع، شكل الامر شكل يعني استاذ اياد استاذ اياد هذا الموضوع قررنا اريد افهم، يعني انا فهمت من كلامك انه وزاره الموارد المائيه غير متعاونه مع يعني القطاع السمكي ومربي الاسماك؟ نعم نعم وزاره الموارد المائيه تعمل بمثيالين الموضوع هذا، واني بالنسبه للموارد المائيه خلي هسه شحه المي تسمح لنا الان بالتربيه بالمياه نهر الثالث والمبادل، وانا اكون مشكور لها وانا اقدمها بهذا الموضوع اذا تقدرها تسمح لنا. نعم سؤال ايضا مهم جدا، يعني وصلت لي احد المعلومات انه موضوع الاوبئه اللي قاعده تصير والفيروس اللي قاعد ياثر على الاسماك، حضرتك يعني رايح الى الامارات العربيه المتحده ولاقي يعني مثل المضاد لهذا المرض او شنو؟ استاذ ظفر نعم احنا الان من قرات الايام الان يوجد لدينا كارثه والان الاف الاطنان ستهلك ومئات الاطنان في الكوت والانبار وبابل. ومن العجائب ان تفتح حجائز تصدير او استيراد اسماك من الدول المجاوره، احنا عندنا بيت يتهدم انا واحد بيت جيراني الان فتحت وهذا اليوم فتحت حجائز ب 17000 طن من الدول المجاوره واسماك ما نستجدها بجو الفرات ومثمرها، احنا من دور قناتكم الناشط دوله رئيس الوزراء ان يتدخل بهذا الموضوع، ولان الان اصبح كثير السمك 2500 واحنا كلفنا 4500 يعني الان بدات موجه الهلاكات من هذه الايام صار 20 يوم 25 يوم ونحن ننادي، ولكن الصمت الكبير اللي موجود صمت ما اعرف شنو معناه الان، مو هذا الموضوع استنظر، لكن اليوم او هذه الايام تفتح اجازه استيراد للاستيراد الاسماك الشرب من الدول المجاوره واحنا عندنا الاف الاطنان الاف الاطنان عندنا الان بتموت يا
ايش ما يستهلك الفرد العراقي؟ السؤال هذا يوجه الى وزير الزراعة المحترم. كل الدعم لكم ومستمرين بتغطياتنا راح تكون ايضا. يا رب ان شاء الله الاسبوع القادم ازور احد البحيرات الاسماك اللي تعاني من الهلاكات على مود نوصل رسالتكم. استاذ اياد الطالبي رئيس الجمعيه العراقيه لمنتجي الاسماك، صرختك ومناشدتك ان شاء الله توصل باسرع وقت، وهي ايضا دعوه لكل القنوات الفضائيه انه تركز على هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك استاذ اياد. يعني بدا موسم الهلاكات نعم بدا نعم، بس يعني انا لما كل سنه هيك يعني بالضبط. بس يتكلمني عن ارقام، ارقام خياليه 17 طن وغيره. اي مو يحكي شمولي، ده يحكي اذا المربي الواحد مثلا، المربي الواحد على سبيل المثال طنين هالكذا، ايش كم مربي على طنين؟ واحسب. طبعا عندي فيديو مهم اريد اشوفه، اريد ورا الفيديو نتكلم عن موضوع المصب العام، الحقيقه به خلافات كبيره جدا. احبه المشاهدين عندنا فيديو يوضح بالبعض من اصحاب البحيرات المتجاوزه، شوف كميه المياه ايش قد ماخذ. وايضا بهذا الفيديو هناك تصريح لوزير الموارد المائيه حول موضوع هذه البحيرات، نشاهد هذا الفيديو راجع. رجعنا وياكم احبه المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. يعني 400 دونم بحيرات. نعم، وهددوها بحيره عالميه، هددوها مديره الموارد المائيه، مديره موارد المائيه بالبصره، هددوها ممنوع توصلنا هذا المكان، وحاطين سيطره عسكريه، سيطره مسلحه، سيطره ما اعرف ايش، ممنوع توصل هاي البحيرات. يا الله شلون؟ هاي شلون؟ والله ما اعرف مدريني. مشكله. استاذ اياد فتح موضوع مهم جدا، موضوع المصب العام، اشرح لي عليه، انا ما عندي معلومات. حقيقة موضوع المصب العام، النهر الثالث كبديل لتربية الأسماك، هو مشروع مصمم للبزل. نعم. أساسا للبزل. مو إروائي أصلي. مي درجة ثانية، البزل يعني مي درجة ثانية. بالبصرة بالناصرية يصحوا للمالح. مي المالح. مي المالح، هو حقيقة مي البزل يكون مالح. صح. طبيعي. لكن تجي المشكلة وين؟ اعتراض وزارة الموارد المائية، يقولون مي نهر البزل غير صالح لتربية الأسماك. لكن من نجي من الناحية التطبيقية العملية الحقيقية الأصلية، أكثر البحيرات الموجودة حاليا تعتمد على مي البزل. طيب أكو نقاش، أنا على خلاف وياهم ويا وزارة الموارد المائية. نعم. هاي لقاء شخصي يعني مو رسمي. هذا بدي أحكي وياك، أنا التقيت ويا مسؤولي نهر المصب العام، لقاء شخصي، حديث شخصي، قلت له الملوثات فقط بالمصب العام، نهر دجلة ونهر الفرات ما بيه ملوثات؟ لا أكيد بيه. قلت له المنطقة المحصورة بين منطقة البعيثة إلى الزعفرانية محاذية مصفى الدورة، مصفى الدورة منشئ سنة 1936، بيه أحواض خزن تحت الأرض من سنة 1936، هسه احنا عام 2022، كم سنة؟ 90 سنة. صاير عليه إدامة من التشققات، يعني تقنعني يتسرب. ما يتسرب المية نهر دجلة؟ لا يتسرب، أنا شايفه بعيني، أنا شايفه بعيني، ما يطوف النفط، يطوف فوق المي، مبين ذاك هو نفط. شنو المعالجة؟ أحد أقاربنا راح صاد سمك من يم مصفى الدورة، ريحة نفط، السمكة بيها نفط، بيها نفط. هاي دور من؟ دور وزارة البيئة. ايه. تحاجج وزارة البيئة، مرات تصير نقاشات. وزارة النفط. يقول لك وزارة النفط، واحد يذب الله، من يتحمل المسؤولية؟ الكل. يعني عندنا مثلا المخلفات المستشفيات، وين تروح؟ مخلفات المي الأسود، المجاري اللي يسموه المي الأسود. يعني لابد شايفين مثلا بالكاظمية، يم ساحة عبد المحسن الكاظمي اكو منفذ بوري للمي الاسود، مي المياه الآسنة مباشرة نهر دجلة. زين هاي مو يعني ما يتلوث نهر دجلة بهيج حالة؟ شنو فرق عن نهر المصب؟ بعد حاجج جيب القناعة. استاذ اياد على شنو اعتراض استاذ اياد الطالبي؟ اعتراض ليش استاذ اياد يقول ليش ما نستخدم نهر المصب العام لتربية الاسماك؟ هسه احنا المقترح مالنا، النقاش مالنا، ان كان شخصي او ان كان رسمي، من نقعد نتناقش
بنصير لقاءات مباشرة، حددوا لنا مناطق محددة معينة من نهر المصب العام تسمحوا لنا بها ربي الأسماك. قولوا هالمنطقة مسموحة لكم ربوا بها أسماك. مو كلها. لازم يعني. أما التلوثات موجودة. إن كان نهر المصب أو نهر دجلة أو نهر الفرات. التلوثات موجودة. الحل. نطوكم أمل وعود. ننتظر الوزارة الجديدة. والله إن شاء الله ننتظر الوزارة الجديدة يصير شيء. يعني تعرف المناكفات وكل من اكو اخبار عن استمرار الوزير نفسه بالوزاره؟ والله ما يعني مو شغلتي ما اعرف والله. ابد؟ ابد والله ما اعرف، والله ما اعرف، لو اعرف اجاوبك انا صريح. مو دائما اذا تقول اكو دائما احكي ويا الوزاره. الوزاره مو شرط ان الوزير 24 ساعه زي يعني، بس اعرف الوزير يعني الحمد لله يعني علاقتي الحمد لله. ما عندك معلومات؟ لا والله ما عندي معلومات. امانة الله. والعلمك ما يقبل يرجع يصير وزير. اكو هيجي اكو هيجي يقول انا عندي مقدم طلبات بس ما اقدر احكيها يعني اكو بدي الاقي معوقات. استاذ حاتم ترى ماكو برنامج زراعي بس ارض السواد بالعراق، لا يعني دائما تحكيها برض السواد وين تحكيها؟ ما اقدر احكي ما مخول بالحصاد ما قناة الايام ما اقدر احكي ما مخول ما اقدر ابدا ما اقدر اقول لك الرجل ما يريد يجدد قطاع السمك متفائل بحكومه محمد الشياع السوداني؟ والله الرجل على السيره مالته السابقه لا زين، رجل نزيه، رجل اشتغل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اشتغل يعني رجل. اها لا يعني اكو تفاوض بالقطع انه وزير رئيس الجمهورية ابن وزارة الموارد المائية هو وسبع سنوات من الموارد المائية ورئيس الوزراء المكلف ابن وزارة الزراعة هو خريج كلية الزراعة خريج كلية الزراعة فمتفائلين بهذا الموضوع؟ والله ان شاء الله متفائلين بإذن الله متفائلين. شنو اول طلباتكم لهم؟ والله فتح قنوات الاتصال مع دول المصب على لفتح دول المنبع دول المنبع العفو لفتح الانهر لزياده الحصه المائيه للبلد كقطاع سمك. شنو طلباتكم ايضا؟ طلباتهم المي وفره والعلف وغيره ودعم العلف هاي على الزراعه إيه؟ العلف على هو طلب من رئيس وزراء اي يعني المفروض يعني يدعم يعني المفروض يدعم يعني قبل يعني قبل نعرف اللي عنده اجازه مهما كانت هاي الاجازه صناعيه استهلاكيه، المهم عنده اجازه من الدوله له حصه من الدوله يروح يستلمها بسعر تنافسي مع السوق المحليه. نتمنى ترجع هاي الحاله. كانت موجوده؟ كانت موجوده سابقا. كانت تدعم سابقا كانت تدعم تنطي علف تنطي اذره تنطي مواد علفيه مختلفه كانت تنطي. نعم. نرجع على موضوع يعني ببداية ايضا نرجع نبارك لك على اليوم مؤسسة روافد تسجيلها رسميا. تقريبا كم مؤسسة عندنا تخص القطاع السمكي بالعراق؟ والله تعرفهن اللي اعرفهن اني استاذ صباح الشمري مركز العراقي للاسماك اياد الطالبي استاذ صباح الجيمي صباح الجيمي نعم نعم جمعية استاذ اياد الطالبي جمعية العراقي لمنتجي الاسماك منتجي الاسماك والمؤسسة مالتنا حديثة التأسيس هاي ثلاثة واعتقد اكو وحدة بالبصرة. نعم. ايش عجب ما هل عندكم هيئة مشتركة لجان؟ المفروض تصير على مود تتكلمون يعني بلسان المربين يعني تصير يعني في التعاون يعني يصير اجتماع او يصير اتحاد يصير اتحاد المنظمات حتى نطلع بنتيجة وحدة. لان هي كل مؤسسه قاعده تتكلم ب يعني بهدف تحاول يعني صح هو هدفهم ايجابي من اجل المربين ولكن مثلا مؤسستكم تتكلم على ازمه المياه عندنا مثلا مؤسسه الجمعيه العراقيه لمنتجي الاسماك مهتمه بموضوع المصب العام غير اكو جمعيه الموارد المائيه ترى تابعه لوزاره الموارد المائيه تابعه استاذ اياد الشمري لا لا اهليه اهليه على حال منظمة اها اهليه ممتاز. موجوده اياد الشمري رئيسها طبعا وياها استاذ سعد عبد الصاحب وياه كل الحب والتحيه لك استاذ حاتم الحمداني المختص بالقطاع السمكي أشكرك. ورئيس مؤسسه روافد للتطوير وحمايه الاحياء المائيه اشكرك شكرا جزيلا اشكرك الله يخليك الله يحفظك اشكرك الله يسلمك طبعا احبه المشاهدين ايضا كل الشكر للاستاذ اياد الطالب رئيس الجمعيه العراقيه لمنتجي الاسماك ورسالة مهمة جدا إلى السيد محمد الشياع السوداني أمل المزارعين والفلاحين بكبير جدا لأن يعني أنت تدريجك الوظيفي
وبداياتك كانت من وزارة الزراعة اليوم ما شاء الله إلى رئاسة مجلس الوزراء. أيضا أمل كبير جدا برئيس الجمهورية السيد رشيد على موضوعة أنه هو ابن وزارة الموارد المائية. فهذا المنصبين ومختصين بكش موضوع، والعراق دا يمر بأزمة كبيرة جدا، فكل العيون عليكم بهذا الموضوع. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من البرنامج أرض السواد، نلتقيكم بحلقات أخرى. إلى اللقاء.